كل واحد ينضم إلى التنظيم في السعودية له أدوار، يبدأ بدور بسيط ومحدود ويختبر كذلك، هل يستحق القيادة وأن يسلم مناصب قيادية في التنظيم ولا ما يستحق. وفي ناس يعني يظل عضو عامل إلى أن يشيب لأنه ما عنده مؤهلات ولا عنده مهارات كما هم يرون، وفي ناس لا يصلون إلى مناصب قيادية ويتحولون إلى أنه يمسك مثلا منطقة كاملة وتحتها أعداد كبيرة جدا، وربما يذهب ليلتقي بالتنظيم الدولي، وفي دورات موجودة كانت هناك دورات يحضر فيها قيادات الإخوان في العالم. بعدين وصلت إلى مرحلة اللي يعتبرونها قيادي اللي هو نقيب، عندهم مسميات، فالنقيب هذا يكون مسؤول عن 9 أو 10 من التنظيم الإخواني مثلا.